ما هو ثمن أغلى قلم اشتريته في حياتك؟ إذا كنت من عشاق الأدوات المكتبية فربما تكون أنفقت مئات الجنيهات على الأقلام، وإن لم تكن منهم فغالباً ما لن يتخطى سعر أغلى قلم اشتريته بضعة جنيهات. وفي الحالتين ستندهش حين تتعرف على هذه الأسعار لأغلى أقلام حول العالم والتي يقترب ثمن بعضها من الملايين. في المركز العاشر، قلم تيبالدي، أحد الأقلام الفخمة والجميلة المصنوعة من قبل شركة السيارات بنتلي الشهيرة، وهو مصنوع من الذهب عيار 18، كما أن ريشة الكتابة به مصنوعة كذلك من الذهب، ويحمل توقيع الشركة، ولم يصنع منه سوى 80 قلما فقط، ويقدر ثمن القلم الواحد $43,000. في المركز التاسع، قلم جايا، قلم من إنتاج أقلام أوماس فاونتين، مغطى بنقوش أكثر من رائعة، واستخدم في صنعه مواد عالية المستوى كالذهب الأصفر والأبيض عيار 18، وتم تزيين علبة القلم بالبلورات الثمينة والكريستال والذهب الأبيض، مما يجعله أكثر جمالاً، ويقدر ثمنه بما يقارب $44,000. في المركز الثامن، قلم مارتي أوماس فاونتين بن. عملت شركة أوماس فاونتين على تصميم قلم مارتي بكل دقة وفخامة، فهو مصنوع من الذهب الخالص، ويجسد هذا القلم جمال الطبيعة كالجبال والصحاري المحفور عليه، كما أنه مزين بأحجار الياقوت الثمينة، بالإضافة لألماسة نقية توجد أعلى الغطاء من الخلف، وقد أنتج منه فقط 30 قطعة وزعت حول العالم، ويقدر ثمن القلم بما يقارب $48,000. في المركز السابع، قلم فيسكونتي اتش ار. يعتبر هذا القلم الرمز الحقيقي للفخامة والأناقة، فهو جميل جدا وذو مظهر إبداعي، تم ترصيعه بذهب عيار 18، كما يتميز بنظام حشو داخلي لخزان الحبر، مما يجعله أكثر سهولة في الاستخدام، ويقدر ثمن القلم الواحد $55,000. في المركز السادس، قلم فيسكونتي ألكيمي، قلم فخم مجهز بالمعادن الثمينة من الذهب والفضة، وله ريشتين للكتابة مصنوعتين من الذهب الخالص، كما أنه مصنوع من حبيبات الذهب عيار 18، ويوفر أنماطاً مختلفة للكتابة، وغطاء القلم أيضاً تم تزيينه بالذهب والفضة ليزيد من أناقته ويعطيه لمسة أكثر رفاهية، وسعره تقريباً $57,000. في المركز الخامس، قلم فيسكونتي المموج، صدر هذا القلم في طبعة محدودة للغاية، واستخدم في صناعته الذهب الأبيض مع الماس، ويتميز بنظام مزدوج لخزان تعبئة الحبر لراحة المستخدم، وقد تم بيع نسختين منه باللونين الأسود والذهبي فقط، وهو من أجمل الأقلام في العالم وأكثرها أناقة، ويبلغ سعره $57,000 أيضا. في المركز الرابع، قلم لبلاتين، قلم البلاتين الفاخر طرحته شركة أوماس فينيكس من البلاتين والذهب عيار 18 في شكل شديد الأناقة والجاذبية، ويفضله كثير من الناس، ويباع بسعر بلغ $60,000. في المركز الثالث، قلم لامدرينستا، قلم طرحته الشركة السويسرية كارانداتشي في عام 1999، أدرج في عام 2001 في قائمة جينيس كأغلى قلم في العالم، حيث يتضمن أكثر 5000 قطعة ماس، 18 قيراط و96 قطعة ياقوت، وتم بيعه بسعر $265,000، وهو من تصميم مصمم المجوهرات الشهير روبرت بيرون. في المركز الثاني، قلم مونت بلانك وفان كليف أند أربيلز، قلم يحمل اسم مونت بلانك وفان كليف أند أربيلز، وهم ثنائي من أهم صناع المجوهرات في العالم، اشتركا معا في صناعة هذا القلم، وتم طرحه في طبعة محدودة بثلاث خامات مختلفة، هي الزمرد والياقوت والياقوت الأزرق، وسعر القلم الواحد $730,000. وفي المركز الأول، قلم أورورا الماسي،
القلم المصنوع في إيطاليا هو الأغلى في العالم، ويبلغ سعره 1,470,000 دولار، وذلك لأنه يتكون من 30 قيراطاً من الماس بالإضافة إلى الذهب عيار 18، وله شكل غاية في الروعة والتميز، كما أنه يكتب بسلاسة شديدة.